وصلنا مايوكا كامب الخطبة في انا كنت متخيل ان المكان ده هيكون جامد بس مش قوي كده. Think of me, forget me now, remember me, wherever you go, whatever you see, whatever you do, my name is Overton Longway. أول مرة في حياتي أعمل كاياكين. أنا يعني في العوم مش قد كده يعني. ربنا يسهل يا رب. دومينيك بتملى مية عشان نتم المهمة على خير، عشان لو تهنا ولا حاجة في الطريق. والنوت جيت لوست دومينيك. What is this water؟ على أتم الاستعداد. يكون مقتطفات كده يعني. مقتطفات. الساعات الأولى من الكاياكين. ربنا يستر علينا يا رب. The day I met you, you said you love me. I wonder why. المنظر هنا يعني يا جماعة يجنن. أنا مش عارف دي بحر ولا بحيرة دي. حاجة هنا في المكان ده ان تستخدم كل الكاياكينج والكلام ده ببلاش، بيروح يعني مراكب وبتاع البحر وسنوركلين كل حاجة هنا، كل الخدمات اللي هي الإضافية اللي ممكن تلاقيها في أي حتة، الفلوس هنا ببلاش. دلوقتي كان هنا جنبنا عامل حفلة، يعني مركز بتاع رسم وبتاع، عاملين حفلة ان هم ماشيين وسايبين المكان هنا. المان باين نروح بقى نسيب المكان الجميل ده شوية، نمشي لهم لغاية هناك. ماما ملاوي واحدة من حاجات كتير ابهرتني من ساعة ما جينا ملاوي. ملاوي يعني لها روح مختلفة كده، كنتش متوقع تماما المكان سياحي زي يعني ختبي تلاقي فيه الروح الغريبة دي، فن كده متنطور في كل حتة والناس روحها حلوة، يعني ما تحسش ان هو مكان سياحي قوي يعني. يعني واحد من الاماكن القليلة اللي ممكن تزورها وتحس ان السياحة ممكن تعيش في قرية واحدة مع ناس عايشة حياتهم الطبيعية. بس الحفلة دي ما كانتش حفلة عادية، الحفلة ديت كانت حفلة لاتنين شباب ألمان جم المكان ده وعاشوا مع الناس دي في مشروع تبادل ثقافات. يعني كل اللي كان عليهم ان هم يقعدوا مع الأطفال يقتلوا الفجوة ما بين الأوروبيين والأفارقة، يعني فجوة اللون فجوة كل حاجة. كانت فرصة حلوة ان احنا نشوف ملاوي من جوه، يعني ما يبقاش بس في الأماكن السياحية والشواطئ بقى والكاكن والشغل بتاع السياح ده، كانت فيها روح حلوة. يعني واحدة من الحاجات اللي خلتنا نشوف ملاوي على حقيقتها لأول مرة.
Party like this you did before. Two. Now the food time for us. Mama, Malawi. Muli bwanji.